يا مرحبا، حيا الله كلهم باسمه وكلهم برقمه. يا هلا وسهلا اعزائي المشاهدين، اليوم معنا شباب وطله من على ما قال المتسابقين المتميزين، حياكم الله ويا مرحبا والله ومسهلا. وشو ذيك الكلمه اللي يقولون عساكم 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 طيبين ومن الله قريبين، ها كيف؟ المهم يا الربع منورين، شو فيكم؟ يمكنكم موقفكم مدير مدرسه في شو اسمه مدير مدرسه في شو فيك؟ لا 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 ها لا 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 يا قلبي يا ربي ها وش ذا اللي قاعد تسويه؟ ترى دخلت معك ما ادري ايش السالفه. ابراهيم السويلم من الحاطه يا ربي المطبخ بالعماريه، ترى ما ادري ايش قاعد تسوي الحين، قاعد اسوي مثلك. ابراهيم السويلم ولك تهدى على عرفه وخل عنك خبر. عطني ايدك عطني ايدك يا ربي. لا 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 عيب يا ولد عيب. وانا ابراهيم السويلم من الحاطه يا ربي ريحتك بودره حق الاطفال حق الاطفال توم غيرين اللي قبل شوي. تعال 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 قلبي، وش العلوم ها؟ الله يسلمك. اليوم اليوم شوف قول له الله القرعه موجوده. هلا وغلا هلا الشيخ ابو علي ارحب ارحب موجوده عن ايه؟ تاكد واحد امس يقول له سامي انت رجعت القريه؟ قال قال عبد الله رجعت القريه. انا رجعت القريه. اول شيء منصدم من البرايم اللي داخل برايم. اوه عرفتك. وش منصدم؟ اول مره ادخل برايم. لكن قل الله هذا طبخه اليوم مسوينها طول العمر مندي مندي. خليني اتكلم ولا لا تكمل تكمل دقائق بس ما بتكلم اصلا دقائق واتكلم معك دقائق مندي انما ايش مندي ابو علي مندي ابو علي ابراهيم ابراهيم جايب لكم اليوم ذبيحه انا وابو علي هديت لكم ومعانا قدر برميل مندي جايبينه ونبي نسوي عليه تجربه الله يبارك لكم يا رب يوفقكم ويحفظكم لا 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 ابو ابو علي جرب عليك ابو علي شيف قوي كبير ابو علي ابو علي طالبين شو اسمه الاسباني ما ادري من طالبين فيه اسباني المهم الله يحفظكم يا الربع ويبيض وجهكم ابراهيم اعط شباب القرعه عشان نتكلم يلا شباب القرعه يلا شباب القرعه ايش فيك انت قالب قالب ذي ايش فيك؟ ايش فيك قالب ذي حق دحين من غالق القرعه تيس دحين اشرحه كامل علشاني صح؟ على شاني ابراهيم زين ابو علي شلونك يا الله طيب ان شاء الله يا الله يلا ورانا السجن ورانا حركات ادري شيء بس دقيقه ابو قلبي ابو قلبي ابو قلبي عبد الله ابو قلبي من فين جديد اجيب لك قهوه قهوه اجيب لك قهوه قهوه يا ريح البودره قل لي ريحته بودره بودره بس عاجبتك ها اشوفك دخلت معي مسكتني وكذا قلت تدور بي حق النار المهم اليوم الطبخات باذن الله سهله وطبختكم معها طبخه ثالثه اللي هي طبخه ابو علي باذن الواحد الاحد انا طبعا طالبها من طلبيه خاصه قلت ابو علي ابغى ذوق المندي التنور اللي تبعك وجبنا برميل كهربائي متميز اليوم هبا هبا من جاء برميل مندي يطبخ من جاء البرميل توست بالتونة صينية التوست بالتونة يا ربي عرفتها مكرونة بالبشاميل السجن خلاص طيب هات بغيرها الطبخات اغيرها اغيرها لا لا انا راضي راضي نعم حلو مقادير ولا اتصال مقادير مقادير ولا اتصال مقادير اتصال سلطان مقادير ولا اتصال مقادير مقادير ترى جاي ترى جاي رقم اتصال من فريق دعمك الظاهر صاد اي تبيه ولا ايش ما تبيه كم 150 يا حبيبي تونه وتوست خلاص ما يحتاج شباب قلتي بكم مقادير ولا اتصال بقدر اتصال مقادير انا ما يحتاج ابي ابي شيف ابي ابو علي ممنوع ابو علي تدخل عادي تدخل عادي اتصال بعطيك 175 زياده لا 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 صلح المنقلب تعال تعال صلح المنقلب ثم تعال اعطني 170 هذا انا دعيت ايش فيك؟ صدقت يوم استسقاء تقول المهم والله الله انا حاسب اسمع الماك فوق السريه يا شباب فوق فوق المريول يا شباب الان تطلع للطبخه اللي صينيه التوست بالتونه يلا على الشاشه ونسجلها مع بعض
خذ ورقه تكشن تسجل عليها. عطى قلم سم قلم رجع لي بالله. اكيد ايش رجع لك بريال ذا راس ماله. انا معك الله يدي بالك. انا معك رجع لي بريال. يرجع لي بريال. صينيت صينيه التوست بهارات فلفل اسود كمون وجبنه سائله جبنه سائله وقشطه زيت مايونيز قشطه مايونيز خبز توست هذه مقادير صينيه التوست والتونه مايونيز توست والان مكرم البشاميل يا قروشه قروشه يعني بناخذ نصفه دقيقتين بس برجع لكم بس في كرد هنا اعلانات ها الان المكرونه بالبشاميل لحمه بروم بصل وش وصلت له مكرونه فلفل رومي طماطم معجون طماطم ما ادري ما ادري 10000 ريال كبسه اللحم هذا اخرك لا افقع وجهك ايش انا بنسحب ايش انا اصبر 15000 ما يخالف 20 ثمانية طيب جيب الليكزي زي 18 تو نزل وخلى 10500 يعني يعطيكم شو اسمه طبخك يا ولد ها والله انك ما تعرف لا يا حاج والله اني ذكر وش من والله والله شوف خلها 12 وامشي 12 اقول لك حاجه انا ما اتوقع انك تدفع 10 على 500 ريال انا علي ما اتوقع تدفع 10 انا على كلمتي 10 10000 نعم خلها 10200 10000 دينار دينار يعني 100000 وزيادة بعطيك ابو علي والمطبخ والقرية كلها 100000 ريال سعودي زيادة صح 130 اوبا بعطيك خذني معك الكويت انا بروح اربك شرقي دم خذها بعد معك شحمه صايب انت قلت صايح شوف ولد انا قلت لك انت ما قدرت غطى وجهك بالقدر ما قدرت غطى وجهك صح شوف يا وجه 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 تشبه لها هذه شوف شوي والله قاعد تشبه لها شوف شوي قشر ثوم انا اللي حاط الثوم يعني يلا يا ابراهيم يلا باي يلا جود باي 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 حبيبي والله روح يا شيخ لا يجي بتجي روح لا خلاص روح نقصع عبد الله الان طلبات بناخذ طلب مقادير من عند ابو علي ابو علي سيب 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 اذا هو لك اقول لك سيب والله يخليني الشيخ سيب سيب اذا هو لك اقول لك والله والله تستاهل والله من يعاون والله كله سم اشيل عنك الفانات بس هذا اللي اقدر اسوي غير كذا اوكي خذ راحتك انا معك يلا ها بغيت اطلع منهم هلا قطع اطراف انا لكن قلت شوي ما قطع اطرافها واعطاني خصم وخسر قطع له شوف الحين لما نرصها رص اوفر يا مرحبا ومقربه ومسهله حي الله الشيخ سلطان وحي الله الشيخ فيصل وحي الله الشيخ عبد الله وحي الله الشيخ علي الله يرحمه منورين يا لبت بودكم يا لبت والله لا يخلينا منكم ها؟ ايه شلون كذا الشيخ سلطان شلون شيبت شيبنا مقلاة اصغر في يوم ليله؟ اوه ايش سالفه؟ مو بذا شيب صح في شيء بالموضوع في شيء بالموضوع مو بشيب هذا هذا الشيب خفيف هو اللي امس اعطانا شو اسمه؟ تمثيل مسرحيه حق الزومبي ذا معدي لا فارس واخر يا زومبي يعني هذا مو بشيب حقيقي انه شيب خفيف وللحين ما راح من امس والله اي والله يعوضك دكتور فارس عندهم عياده تجميل يشيل لك شعر ويحط لك شعر جديد صاد يا طول العمر او انه على ما قال انا والله قلت من مغطس وجهك بويه وسط البويه لا ايش سويت انت؟ شيب الله يخلينا مو بهذا هذا كبير فيما ترتبون اموركم ما في فيما ترتبون اموركم انا بس دقيقه بسمع ابو علي بس دقيقه والله
طبعا الشباب اليوم معنا برميل. طبعا انا اليوم معنا برميل ما شاء الله تبارك الله متميز ومتمكن. عطونا بس الكاميرا اللي هنا يا شباب دقيقتين بس. معي ايوه شوف جت هذا معنا يا شباب. حلو. الان هذا برميل اختراع سعودي. نعم اختراع سعودي مخترعه بسام المزين الله يبارك له ويوفقه ويحفظه وما شاء الله من المخترعين السعوديين ومع براءة اختراع السعودية والخليجية أتوقع. وما شاء الله تبارك الله يعني الله يبارك له. احنا ندعم الشباب السعوديين وحنا ندعم الشغل السعودي والشغل الوطني والله يبارك لهم يا رب ويوفقهم ويسعده إن شاء الله ما شاء الله تبارك. طبعا هو مميز الشيخ بسام ما شاء الله تبارك الله. لا أسلوب ولا يعني شغل ما شاء الله تبارك متميز وعنده براءة اختراع أو براءة اختراع ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك سقيه دور ريمة صباح الله يبارك له ويوفقه ويحفظه. طبعا احد موزعينه او الموزعين اللي ما شاء الله المعتمدين عنده يعني الحصريين اللي هو قصر الاواني الله يبارك له. تحصلون عند قصر الاواني ما شاء الله تبارك الله متميز. وبرضه اللي يبغى يطلب على طول عندهم رقم تواصل او عنده رقم تواصل هو نفسه بسام هو اللي يشرف عليه. بسام هو المخترع نفسه هو اللي يشرف عليه هو اللي اخترعه. وترى في اشياء تقليد منه في اشياء تقليد فانا اوصي بالنسخه الاصليه اللي هي تبع بسام المزين الله يبارك له يوفقه ويحفظه. وتلقونه عند قصر الاواني ما شاء الله تبارك الله وبرضه عندهم رقم تواصل تبعهم الله يبارك لهم يا رب ما شاء الله تبارك الله. شغل متميز. واليوم ابو علي بيصلح لنا ذبيحه ويا قلبي يا قلبي يا ابو علي. طبعا احنا بنجربه وانتم تشاهدون احنا بنجربه الرز بنحط الرز فيه ولا اللحم بننزله. طبعا مدته ساعتين على اللي هي على درجه حراره 180 درجه حراره 180 وبعد الساعتين تطفيه تخليه نص ساعه مكتوم يعني عشان يلين اللحم اكثر على بخار البخار حق لانه فيه جوته فخار. الفخار هذا كبير احمر طين لازم وفيه ديك طبقه تحت صاج تحطه تحته وتلف عليه قسطير قد ما تقدر لانه هو القسطير ذا نفس الحجر حينفك ولازم يكون دبل قسطير وتحطه. وبعد تنظيفه سهل جدا طلع وتمسحه لانه هو ستيل وسهل جدا صحيح. الان احنا بنبدا معكم حلو. وتابعونا بمشيئه الله بعد صلاه العصر نطلع معكم. تابعونا في التحضير تابعونا في الان بناخذ طبخات الشباب والمخرج بياخذ لكم كلوزات على ابو علي وهو يصلح الاشياء. الشباب شغال هنا ايوه على ما قال والله يبارك له. طبعا ابو علي عنده عينين هنا وعين مع الشباب يعني مركز ما شاء الله تبارك الله. ابو علي ما يكفيك اذا ندخلك في وسطه ونريح بس اذا كفاك يكفيني والله باذن الله. شوف قلال الله كم تبي وادخلك ها ونصك عليك طول العمر ونرجع لك بعد ساعتين. ما بسمعونا لا لا تكفي لي مندي خربت ابو علي ابو علي ان شاء الله هذا في مطعم جديد نحصله في مطعم لا انا اتحصل مطعم طالما كله الارضيات اي هذا حق هذا للمنازل ممتاز جدا يعني للعوائل بس للحريم جيب له حرمتك الذبيحه وريها الطريقه وروح العمل خلي الضيوف بس تنزل تسوي كبسات ولا حطب ولا شغل ولا نار ولا نار ولا شيء تشبكها ولا تتعب عمرها. حتى الطفل في البيت ما يخاف عليه اللي يجي جنبه ما صحيح. يخاف ما في حراره داخلي ما في برا شيء. اذا يا ابو علي خذ راحتك في الطبخه وركز مع الشباب في طبخاتهم برضه اليوم تكفى ابو علي تكفى نبغى ذبيحه تكفى ترى ابو عازمينكم انا ابو علي على ذبيحتين توسع الصدر والله يبارك لكم ووفقكم تستاهلون والله يا شباب والله انا نحبكم ونعزكم ونغليكم. اصفي الرز طيب يا شيخ فيصل بناخذ كلوزات عليك يا ابو فيصل ابو علي بعد شوي نشوف ايش قاعد تسوي لقطات صامته الله يوفقك. حيا الله الشباب ويا مرحبا بكم. هلا بالحب شلونكم طيبين ان شاء الله؟ الله يسعدك. يا الله مرحبا شلونكم منورين طال عمركم؟ ثوب ما له حل كيف؟ احلى من القطني خليك هذه من التصاميم الاخت حنان دشتي شجينيستا شلون؟ اقول ايش جوك اليوم؟ وش جوك اليوم؟ جو جميل جدا قربنا الى النهايه قربنا الى النجاح. باقي وين باقي لك 25 يوم وش باقي 18 يوم حسبينا لا ولا 18 يوم ولا شيء ترى مو على كيفك ترى يمكن يزيد يمكن يوقف يمكن ما تدري يمكن يجوك في اليوم الثاني يقول وقفنا يمكن يجوك في والله النسخه اللي قبلكم 93 ومعهم مطبخ معهم مطبخ يعني ما بعد انت ها 100 يوصلون 100 يعني ما ادري في بدايه البرنامج قالوا انه 100 يوم لا 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 الا وش رايك؟ في بدايه البرنامج قالوا 100 يوم ايه اذكرها
والله هبا احنا جالسين كذا عرفت نهيئ انفسنا للخروج للنجاح للانطلاق والله والله. طيب يعني شوف هو شوف انت تحسب حساب 90 انت تحسب حساب 90 انت لا تحسب حساب تحسب حساب 100 100 يوم عشان يا فيصل يا وش قاعد تسوي انت؟ انا خلاص لا اعرفكم ولا تعرفون. امشي الله يهديك امشي. اخر ما بيني بينكم اخر ما بيني بينكم هذا. ابو علي خليه يجي. حركه حركه من عندك. اسمع خلاص خلاص. والله يناظر يناظر ابو فيصل فيصل يا اخي شوف خويك يبيك تساعده يا فيصل. بجيك يا دقيقتين بس. بعلمكم بعد شوي طشان كيف تستخدمونه. عشان هذا هذا هديه لكم جايبينه وعشان تطبخون فيه تصلحون فيه تسنعون فيه. حيا الله الشباب شلونكم؟ وش تقول يا حبيب قلبي؟ انت احسب حساب اقول احسب حساب 100 يوم فهمت علي؟ لا يا ذكي لا احسب حساب 90 يوم 90 يوم احسب حساب 100 يوم كيف 100؟ يعني عشان ما ما يجي 90 يوم ما بعد خلصت ويضيق صدرك. لا هذا كلامنا لا انت احسب حساب 90 يوم عشان تقدم كل شيء ب 90 يوم هذا كلام تتجهل بعدين صادق صادق صح صح السلام عليكم يعني على اساس بتقدم بتسوي اشياء حلوه كل ما قلنا ما يسوق قد بكره الاسبوع الجاي الايام القادمه ترقبوا غامضين مشكلتكم غامضين يا عيالي الله يهديك ابراهيم والله يا اخي كل واحد يرتب واذا طلع برا يقول اذا دخلت بسوي وسوي وسوي هنا يجيك فتور مو فتور لا تغير الامور كلها غلط مو فتور انت تنصدم باشياء ما تقدر تسوي الا لو بقول حاجه تنصدم بتغير نفسيات بقول حاجه بقول صدق انا ترى انا ترى انا شوف شفت اللي حاصل ذيك الايام فهمت تنصدم بتغير نفسيات تنصدم من في ناس يعني قعدت مؤامرات وقعدت فهمت والله العظيم جد يعني بقول حاجه يعني ما لا تقول محزن مريم ما محزن مريم والله جد اذا رجع للحق حق ما قال لك انا ما حزن لا محزن لا مع ذلك شوف حلو كل شيء محزن تسولف مع دخيل العود ولا تكلم طف طف شوف احنا محزن مليان غصب ما عليك امور طيبه لكن نفسيات غاي قلبي وهذه شيء لا تحكمه الاشخاص غصب انا بنفس اليوم انا واحد بيجي يقول لي كلام في الاخير كلنا يد واحده والله صدق ما شاء الله تبارك الله شوف بقولك حاجه هو ما نختلف عنكم كلكم يد واحده لكن شو نقول نقول انت مقدمه مجهز اشياء تجي هنا تنهد بتغير نفسيات صح. تغير حتى نفسيتك تتغير الامور هنا صح. تحس انك مظلوم فهمت تحس انك مظلوم تحس انك تمشي وش ليش جيت انا هنا عرفت خلاص ليش انا ما جيت منضغطين عرفت اي فانا اقول لكم تمشي خلاص تتعب نفسيا فهمت لان سبحان الله ترى الانسان له طاقه تخيل تجلس 90 يوم بين جدران وبين شباب توكم تعرف عليهم ممكن حتى ما تتاقلم معهم ولا تعيش معهم عشان كذا انا وترى مو معناتها اني ما جلست مع الواحد ولا بغيته اني ما حبيته لا 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 غلط ما دخل مو بجوي انت الحين ربعك الحين تتعرف عليهم برا مو بجوي اللي تتعرف عليهم انت برا تنقي الاشخاص اللي تمشي معهم وتجلس معهم فهم اللي شافوا اثنين برا اللي ثلاث اربع بس اللي شافوا اثنين مع بعض قالوا ثنائيات لا مو بثنائيات هذا انا هذا ارتحت له فهمت علي؟ كيف؟ كيفني معكم؟ سلام عليك والله صدق الله يبارك شوف شوف انا والله العظيم ان نفسيتي خلاص صارت تعبت والله تعبان لذلك انا امس طلبت من الاداره يا اخي البنات ستحب انا امس طلبت من الاداره اني اطلع يوم واحتمال كبير اني اليوم اطلع يوم 24 ساعه حتى لو بقصر لاني حتى هالاسبوع انا نايم ميت ايه فودي اني اطلع يوم غير جو اخلص كم شغله وشوف الاهل يعني لا قطع ارجع ان شاء الله انت تتعدل النفسيه والله ان شاء الله باذن الواحد الاحد وانك على ما قال واحتسبوا الاجر انكم قاعد تسعدون هالناس وقاعد تسعدون هال يا عبد الله ترى في ناس ترى في ناس ذو احتياجات خاصه قاعد يتابعونكم من بسطون لا لهم لا ملجا ولا لهم لا ماوى ولا لهم لا روحات ولا جيات معي سلطان ركز ما لهم روحات جيات فانك قاعد تسعدهم ترى في البيت قاعد تسعد هالعجيزات هالعجيزات شغلهم تجلس تتابع يا رب قلبهم والله انت قاعد تفهم فانت احسب الاجر هالشيء اللي قاعد تسويه والله العظيم جد انت على اجر عظيم يكفي امي قاعد تتابعكم هذا خلاص ختم على الموضوع قفل حبيبي والله ام خالد تابعكم وجه تحيه لام خالد يا ابو الشيخ سلطان والله يخليها لك عليك الله يخليها لك انت ايش دخلك انت تخلي امي انا وخليها لنا يا اخوي اي الله يخلي لكم وجه تحيه لام خالد خادم هذه الراسه وديت لبعينك لب البطل اللي جبتيه العسل لا تناظر الشاشه ليه ما يناظر وانت منتبه يناظر فيني انا وجه لامي تحيه ودنك تحت يلا تكلم دنك 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 ايه خلاص يا رجال اقدح ناظر خلاص المدخل يسلم
عرفت اللي كنا واقف هنا ثلاثين ربع منورين الله يحفظكم يا رب. شيخ عبد الله سم شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. منور يا لبه. يا لبه اول شيء الله لا يخلينا منك. الله انت قلبك طيب ونظيف والله. الله يسعدك والله. وكل اثبت على كل يعني مو باثبت كل اجمع على حبك. الله يرحمه. اي والله عليك. فعرفت اللي اليوم مشي اليوم بس عرفت هذا 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 حياتك وتمشي ترى فيها. انا وانت احنا ما نستحق نعيش بين اهل البيئة هذه. يبغانا نعيش ريالتي خاص فينا. نعيش ريالتي خاص فينا نمشي سوا ونعيش. عرفت خاصه قبل شوي يقول ريحتي بودره واول قالوا ما ادري ريحتك كلها بودره اطفال والحين ريحتي بودره اطفال. فيعني عايشين مع بعض. عايشين ريالتي. تقليمين مع بعض. هات بوسه. حبيبي والله يا شيخ عبد الله. جاب راسي. طيب عبد الله البرنامج بدي يخلص. يعني تلاحظت اني او انك تشوف انك قدمت كل شيء عندك ولا تحس ها؟ والله والله قدمت اللي علي والباقي. وتقول باقي والله شوي ولا تقول خلاص يا رجل خلاص يا ابوي سمعت ها؟ والله شوف انا والله احاول اقدم كل ما بالجعب على قولتك. كلش قدمته؟ قدمت كل اللي عندي كرئيسي. خلاص الحين الحين خلاص فيها نوع من المجامله للجمهور فيها نوع من يعني عشان ما نخسر احد والله فهمت ولا وصلنا مرحله فتور خلاص فتور والله لا يعني عبد الله عبد الله انت بتبات انت بطل انت بس تحتاجك ساعتين نوم تقوم زي الحصان صاحب حلافي صاحب حاضر كنسل الكلام اللي قبل كنسل الكلام وثبت على قامه احنا في محزن مليان في رجال والله شوف اكذب عليك يا قلت صحيح في ملل نوع ما تعب تتعب تتعب ليش 90 يوم اقدر نقابل ذا الوجيه شفت ترى انا قلت لك انت ترى حياتي انا وياك غير حياتنا غير احنا حياتنا حياه طفوليه وحياه بودر اطفال حرام فما نعيش مع هذول هذول لا 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 شايف الناس احنا نعتبر احنا نعتبر معليش على الـ على الـ لا ما اشبهك لكن نعتبر يعني نفس الطبع طبع البساسة مع الأسود ما لا لا مع 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 مع, مع, مع الوحوش مع الوحوش مع الوحوش ما نعيش شاف ضرس واصل الحلج يعني تقول والله عرفت يحقطونا قلب علينا شفت حقطونا حقطونا بالحصى حقطونا يعني خلاص تعبانين انا وياك لازم نعيش برا برا الريالتي ونعيش الريالتي خاص فينا الله يسعدك الله يسعدك كان جبت لنا مثل جبت جبت لي مثل جلطني صراحه شلون؟ بس يلا ماشي لا حتى انا قطوه معك مو بنت بحالك كلنا نقطع وابو علي عرض ذيك الكلاب البوليسيه اسمع تقول لي ما اقول لك حاجه واحده بقول لك حاجه تقول لي عرفت نقطعه وهو يلحقنا دائما ذيك اللي متعصب وجهه عرفت خوف بعد اذا مصيبه لين الحقك ايوه اسلم يا شيخ عبد الله احنا باقي قدامنا كم 21 يوم او كم باقي يوم تقريبا 21 يوم 21 يوم ينتظرون الجمهور راح نسوي شيء ما تسوى اي والله والله شوف نتامل ونترقب هل اللي قاعد تقول ما شاء الله تبارك الله بإذن وانت والله مبدع طيب الله يسلمك سمعني شيء عن الخاطر دقائق شويات ابشر بس خليني اخلص هذه حلو سكتوا على البرميل ما شاء الله عليك يا ابو علي لا يخليني يا ابو علي حطيت الملح وكلش كل شيء انتهى استخدم بهاراتك اهم شيء بهاراتي كيف بهارات ابو علي قريبا في الاسواق ان شاء الله والله العظيم اعطيتها امي ترى والله ان امي تسمع للحين وتقول والله ما شاء الله تبارك الله كايفه ريحتها الحمد لله واستخدمتها وعجبتها يا رب لك اخذ اتصال مع امي اكلمها خذ اتصال مع امك اللي تبغى كيف برسل لك الرقم يا شو اسمه يا ودخل امي اتصال بس ما هي من الداخل اتصال تضيق ليش؟ ما تحب صوتها يطلع تستحي من قائد الله يخلينا ما تحب الشهرة غاسني في البيت وغاسني في الجوال وش تبي؟ طيب شباب قول أهل الله قول أهل الله في شيء بسمعكم إياه أبيكم تركزون معي كلكم أبيكم تركزون معي لا خل أطبخ بس ركز خليك لحظة صمت ونبي نسمع الحين شيء نظروا كلكم هنا نظروا كلكم هنا وش 3 2 1 اكشن اوه
أربعة أصوات. أغلى البشر ما عرفت أعيش من دونك، أنت الحياة الجميلة وأنت لذاتها، ما تشرق الشمس غير بشوفة عيونك، كبدي تحرك قرب يا فلذات. أغلى البشر ما عرفت أعيش من دونك، أنت الحياة الجميلة وأنت لذاتها، ما تشرق الشمس غير بشوفة عيونك، كبدي تحرك قرب يا فلذاتها، كبدي تحرك قرب يا فلذاتها. أشرقت شمس الغلا يا الغالي، فتح عيونك وهات يدينك. وأشرقت شمس الغلا يا الغالي، فتح عيونك وهات يدينك. الصباح اللي جعلك قبالي، آه يا زين الصباح وزينك، آه يا زين الصباح وزينك. قدرك عجز تخمينك، أنت نعمة يا حدود أمالي، من عرف قدرك عجز تخمينك. ما تزين إلا معك أحوالي، ينقسم قلبي ما بيني وبينك، انقسم قلبي ما بيني وبينك. هاي 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 هاي. يا متعبني ومشغل بالي، أنا كل لك يا لبى عينك. يا متعبني ومشغل بالي، أنا كل لك يا لبى عينك. يا كبر حظي ومطيب فالي، لو كسبت اللي بقى في سنينك، لو كسبت اللي بقى في سنينك. روح القدر، روح القدر، جيت آخرها. روح روح والله توني اسمع. روح 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 بس المريال حقا. ايه الله بزحت مقلوب كلش متحمس تبيها والله على شانك. شلونك؟ طيب ان شاء الله. مالا يا شيخ انا بس عشان حلفك بس خلاص بس تلبسها وانت البسها. روح بس يا شيخ، روح بس يا شيخ لأصفك جاي على آخرها، عرفت بي واسحب عليها المخرج طفوه. روح القدر، يلا 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 يا الله تعبنا ها؟ تعبنا بالله. ابغى اعرف شغله، ابغى اعرف كم وصلت مشاهداته. تعبنا والله، تعبنا. خليك مشاهدات والله العظيم مشاهدات. تعبت؟ ما اتوقع انها. عطني رايك بالشير اوكي. كم انت نزلت؟ قبل يومين ثلاث ايام. يوم الجمعه قبل امس. قبل امس قبل يومين. عطني رايك كيف بالله. يقول لك الحين 216 واحد. طيب الحمد لله الحمد لله. يعني 216 واحد يعني شيء حلو ترى. الحمد لله واقل من 48 ساعه. اي 216 واحد ترى حلوه. الحمد لله اقبال المليونيه. ها اقبال المليونيه يا رب. وين من خلت تتم 1000؟ خلت تتم 1000 الحين هم اللي وصل المليونيه. 216 واحد. 200000 216 216 واحد. شو جالس تطقطق؟ والله ما طلعت 1000. 216. ملي قال انا قلت. طيب خلي يعيدني. والله العظيم انه ان ان هو قال على هو ايش قال يا قلبي. 24 ساعه وصلت 180000. ها قالوا لي اقول لك والله العظيم هو قال ايش قال لي. هو قال طول العمر قلت 200 انت ولا 4. قصده 200000 هو 221000 الظاهر. 221000 متاكدين شباب؟
221,000 تستاهل كل خير يا شيخ علي. طيب الله يوفقك. الحمد لله. عرفت ذاك اللي يطلع ملايين يا رب. عرفت ذاك اللي يطلع شو اسمه؟ ذاك اللي فوفو. عرفت سلطان. ذاك اللي يطلع مقطع قديم قال فوفو كم معك حبيبي؟ قال 16 ريال. شفت المقطع ذاك رشته؟ لا حلو حلو وقته حلو بس شرح كيس. اللي شو اسمه؟ ليش في الشرابات 2000 عرفته الجزء اعتبه. كان في واحد الشراب كان في واحد دلوع قديم قديم مقاطع ايام نوكيا عرفت. كان في واحد دلوع قال فلان كم معك؟ قال 61,000 ريال. قال 61,000 ريال. ثم طلع مقطع ثاني معه من اول تركيبات قديمه حق الطيبين ذيك الرخيصه ذيك ذيك تجيك مشوشه ما تفهم السالفه لازم يجيها واحد ذكي عشان يفهم السالفه فهمت. مو اي احد يفهمها ترى قديمه اول فهمت. ثم جاء حط مقطع ثاني قال سعودي حبيبي قال 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 كم معك حبيبي؟ قال 16 ريال. قال قال ايش بتسوي فيها؟ قال بتسبخ شفايفي. 16 ريال عرفته؟ مقطع قديم قديم مره عرفته؟ لا واحد قال انا بنفخ شفايفي. حط الكزبره حط الكزبره. قال 161,000 بنفخ شفايفي. المهم عاد ايش اسمه؟ يا ربي وشوكم يا شباب؟ طيبين ان شاء الله. المهم الشخصيه تخربت والله عم تعبنا ها؟ تعبنا انا عن نفسي والله تعبت والله تعبت انتو انا تعبت والله تعبت كثير ترى انا عانيت في البرنامج هذا والله يلا بشار الله يحييك مرحبا بك طيبين الله يحييك ترى والله عيني ترى قلبي هنا وعيني هناك اقصد قلبي هناك وعيني هنا ما عليك بتغدى ونعم الله خير ان شاء الله حلوه حلوه بس اهم شيء يتغدى بندخل خلاص بندخل هاشتاج عندي كلمة يا إبراهيم سم قل كلمات مو كلمة واحدة بس العمل هذا طبعا دشنته قبل يومين حلو وكان من ودي انه بلال يكون موجود هو شاعر القصيدة توزيع من هندسة من عشان ما نظلم حق دقيقة طيب حلو العمل كلمات بلال اصلا الكل يعرف انه كلمات بلال بس انا والله العظيم اني حاب اني اشكر بلال الماضي على الكلمات الرائعة الكل والله العظيم هاي دبكة سورية ولا أردنية الكل أثنى علي راح أشرح لك العمل العمل هو فولكلورين أنا دمجتهم مع بعض حلو الفولكلور الأول فولكلور سوري اللي هو على العين مليتين معروف حلو أول بيتين على فولكلور الأبيات اللي بعدين على فولكلور عراقي قديم معروف فأنا دمجت الفولكلورين طلعنا القصيدة أخذت القصيدة من بلال وسجلتها فبعد فنون كمان وجهلهم تحية والله ما قصروا حلو وطلع العمل الجميل المتواضع ما قلت لي اسم المكة اسم الوزع قلته والله تعرفهم ما أعرفه والله أتوقع أن عاصم حلس سطراه صح لا لا عاصم حلس لا مو عاصم لا لا مو عاصم المهم نوجهلهم تحية بعد فنون كلهم والله ما قصروا مع الشباب كلهم الله يوفقكم يا رب ويسر أموركم وأنتم تستاهلون وش تقول أبعاد الفنون أبعاد الفنون يستاهلون وأنتم أبعاد الفنون أنتم لأنكم تستحقون وأيضا شكر لمحمود فلاح محمود فلاح هو اللي نسق الموضوع كان مشرف على كل الأعمال الله يعطيه العافية ما شاء الله تبارك الله يستاهل فلاح الله يوفقه ويسر له يستاهل والله التحية هذا جندي مجهول ترى في القناة ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك شيخ فيصل شلونك قلبي؟ والله ماني والله لك معشر يا محمود ايش فيك السالفة؟ يا اخي توهقنا في هذه لا ان شاء الله امور طيبة عاد لا تدقق خليك يا رجال من هذه خلي هذه كلها على جنب الشوكولاتة لا تدقق يا شيخ خذ كلمة الشوكولاتة اصوات السطر شلونك قلبي؟ والله بشر رحت الكويت في قد ماك وعظم الله اجرك والله يغفر له ويرحمه ويغمد روح الجنة طبعا انا الحلقة اللي راحت معليش انا ترى احسب انها واحدة من عماتك اتوقع لانهم قالوا ان عمته الظاهر صارت خالة او عمة ابو حصة ها؟ عمت البحور صح 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 لخبطت انا بين بينك وبين البحور فالمهم توفى الله يطول بعمرك يا حبيب قلبي الله يوفقك والبس ثوبك اشوف لابس ثوبك يوم رحت ايه حاسه قطعه قال ايش فيه تقطع ابشرك والله من كثر ما تسلق فيه والله ما اخذ اربع بشاديش هذا قسم بالله هذا مو بحور ذا طرزان ذا والله ما اخذ اربع طرزان ذا معامله غابه ذي مو قريه قسم بالله ما اخذ اربع والله 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 اربعه خذ ثيابك كلها والله خذ اربعه ما عاد رجعها بالعافيه لا مو بالعافيه لا تقعد تصير حبايب هم اللي يسرقونك كلك والله ما تلقى نفسك الا في الشارع والله بدا مواطي رجليهم عرفت نظام شو اسمه احزم مليان والله وين كلام نظام الحرمه اللي تثق في رجلها ثم شويه يطلع ياخذ عليها وينطلها في الشارع لا 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 والله فهمت كذي حجي كذي المويه واجد طيب المويه بارده المويه حاره ولا بارده؟ لا بارده اي حلو عشان تسخن معها حلو افكاركم حلوه ترى
بديتوا تتطورون من ناحيه ايش؟ انكم على ما قال تطبخون كويس، وهذه بركات ابو علي الله يبارك فيه يوفق ابو علي. والله انك تشخل. لا 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 ابو علي اذا جينا نسلق المكرونه مع مويه وش نحط معها المفروض؟ وش نحط مع المكرونه مع المويه اذا جينا نسلقها؟ كم مره سووها؟ يعرفونها؟ يعرفونها. ثلاث حاجات حطوا معها. شو يحطوا معها؟ حاجتين يعرفونها هم الشباب. لا لا تعلموا هذا معلومات الفائده للجمهور. اي يعرفونهم. تعرف ايش تحط مع المكرونه اذا حطيت المويه؟ يعرفون. تحط معها المفروض؟ عشان تطبخ. اذا طبخت ايش تحط معها؟ لا خليك من الملح. قشطه. تحط معها. حط قشطه يلا حط. انت حط تسلق القشطه معها. انت مرضع عندك مبهدله؟ يضحك عليك. والله انا ما ادري بس انا ما ودي والله يعني فداك والله لان كذا بتتلصق ترى تتلصق بالطريقه هذه صح؟ وعلي شلونك؟ منور العمه الحلوه هذه شلون؟ شلونك يا لبه؟ حالك طيب ان شاء الله اول شيء منور جودك والله عساك مرتاح يا رب لك الحمد والله اني احبك خذ الله واشكره الواحد جاي عند اهله وجاي عند امه ومرتاح الحمد لله هذا الزم ما عليك في هالدنيا واحد ماخذ دعوه وتوكل على الله تدري يا ابو علي الوالده موجوده الله الحمد لله الوالده الله يرحمها الوالد الله يرحمه ويغفر له الحمد لله توفى قديم ولا اي والله 23 23 سنه عام 23 عام 23 يعني تقريبا من 15 سنه نعم الله يغفر له الحمد لله على كل حال يغمد نور الجنه في جده تصغير اتوقع صح؟ يعني في ال 20 في ال 20 في 28 زي كذا 27 زي كذا الله يغفر له ويرحمه ويغمد روح الجنه يعني انت يتيم الحمد لله معي الله سبحانه مزح راس اليتيم صدقه نعم تمزح تسمح لي امسح على كرشتك عشان انت راسك صغير طيب شكرا بالشاي وجهك خلنا امسح عشان ما تظل تراني الاجر تبغاني الاجر ولا تبغاني امسح كهاته بس ما اتوقع انت ما ادري شلون ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري شو وضعك انت ما ادري شو وضعك وضعي مستور الحمد لله ان شاء الله الحمد لله بخير في نعمه رب لك الحمد اول شيء انت حبيب الجميع والناس كلها تحبك يا رب لك الحمد والناس كلها تحبك هذا فضل الله سبحانه وتعالى اي والله ومحبه باذن الواحد الاحد انه على ما قال وانت ان شاء الله ان شاء الله طبعا ابو علي دخل في باب رزق جديد اللي هو البهارات على البهارات وباذن الواحد الاحد ابو علي تكفى دشنا بدري والله ان شاء الله بحاول الاسبوع هذا ضروري بحاول ان شاء الله خليها تكفى وانا موجود ان شاء الله ابيها تكفى لانه والله حتى بس قاعد اجهز الشباب الهدايا حق الشباب والله يا ابو علوكم علوني بدري لا حط لها شيله صغيره والله يا ليت والله يا ليت لازم يعني 40 50 بيمدك على الشيله انا ادفع فلوسها لا لا ابو علي والله ادفع كل شيله ما عندي مشكله عادي تدفع 2005 ادفع 5 ما عندي مشكله هون هون تورط خلاص خلاص بيطيح الشاي منه وانا مش انا بيطيح على القناه شلون؟ يا اخي سال على البوصله فوق شو السجن؟ السجن مقفل تسال عن السجن ودي قاعد تطبخ؟ اي لان هذا مخه يعطيه اشارات غلط بس انا مخه موجب اذا في سجن لفيصل مخه موجب وتجيه رسالات موجب طيب شوف ابراهيم بس طلب اذا في سجن لفيصل بطلب طلب بسيط وكذا ترى في سجن لك ان شاء الله ما نقول ان شاء الله نشوف لحد احنا بدايه الفقر بتغدى عندك هناك فلا التيست تغدى عندك ابد ابد خلاص ذبيحه حتى ترى هي عندك تغدوا عندنا لا انا ارجع خلي الغدا بالسجن عشان انتم فايزين تاكلوا حقتكم حلوه والله خسراني يا ابو علي اي لاف يو يا ابو علي والله العظيم طيب شوف فيصل انت الحين قاعد تطبخ حماه تونا بدات الوقت تونا بعد نص ساعه بس يمديك تضبطها معي واحد والله العظيم معك واحد كفو والله انا كفو معك واحد كفو والله انا والله احلام انه كفو والله انا بطل بس بس والله ما ابشرك ما خلك زار هني الحين اللي حاطه داخل تدفع 2005 اي والله بس اسوي لي شيله وادشن وزوج كنت ارتخيت وضاقت صدرك ومدري شو بدقون على عيالك ترى مو بفوعي الرجال ترى مع شهاده اختلال عقلي انفصام 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 شخصيه يمكن احنا نسوي لك حجر خلاص كله عشان 2005 حجر على الماء ترى الرجال مو بوعي ترى يقط خيط وخيط تكفى يا ابراهيم لا توهقنا عرفت بدقنا على عيالك علي والشباب ارجوك وانت خلاص منبط على السرير 2500 محمد الطير شاهد عليه يا بموت مش اللي ميت يصلح عقاله توني حاطه نفسي ميت يوف بغيت اموت والله وفاه طبيعيه كانت بتصير يقول دكتور والله ما ادري ايش صار ما ادري ايش اللي حصل له بس اللهم في كسر في العظام
حي الله الحبايب والربع، شلونكم؟ بندخل الحين دقيقتين بس عشان كنت قاعد اتكلم عن مباراه ابو علي. الله يوفقه ويبارك له، بيحط مباراه جديده، الله يوفقه ويبارك له ان شاء الله. الله يطول عمرك والله ابو علي، والله العظيم والله ما لنا فضل، والله الله يطول عمرك. ترى الوالده ورب الكعبه انها عجبتها المباراه. بندخل الان على الهاشتاج وناخذ علوم الشباب وعلى ما قال. والله ما ندخل هاشتاج، عندي بس شيء بقوله. محسن من تركي سمع، الله يستر يا ابو علي. محسن تركي ما تقول، تقول ودعم محسن تركي ورب الكعبه انك نجم وبطل ونقطب ونقطب البرنامج. الشباب الشباب كلهم اصبر، خلنا شخص وارجع لك. تكلم يا سلطان عشان 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 بشيل كلمه صغنونه كذا. ترى انا شفنا خلصت في اصغر والله عيونه يا رب قلبك. بقولك حاجه، قول لي والله نقطب من اقطاب البرنامج. يا بعلك والله يرضى عمرك. قطب من اقطاب برنامج محسن التركي والله، ومبدع متميز مع كل شباب اقطاب، لكن هذا قطب. يا كلمه مبدع قليله في حقه. والله انه فنان ومتميز والله يوفقك. وفقدنا فقدنا الشباب بلال الماضي، فقدنا محمد العيافي، فقدنا من بعد ذكروني غازي بن فهد. غازي بن فهد فهد ولا فهد؟ نشوان بن فهد وعبد الله نشوان. الله نشوان من بعد ذكروني تكفون. ترى مين ينسى؟ سعيد القحطاني وابو تميم ومن بعد خلاص خلصوا خلاص. محمد فلاح السنه ما طلع واجدين. محمد فلاح القرقاع. محمد فلاح اي والله ونعم ونعم فيهم كلهم، الله يوفقهم ويبارك لهم. هذه ترى بدايه نجاح لهم وموفقين حق قلبي. والله ما حد خاسر في البرنامج. اي والله ما حد خاسر صراحه. فلذلك وش كنت بتقول المحسن وانا داخل على الهاشتاج؟ واعطونا الهاشتاج ونبيه ترند الترندات. اعطونا سبيكر بس. غصب عن عيني مفارق وهذا كان لازم يصير. دمعت بعيني تكابر ما انت عندي شي كبير. بس رفيقي لا تطول، بس رفيقي لا تطول. المهم المهم ترجع بخير، المهم ترجع بخير، المهم ترجع بخير يا ابو تركي ترجع بخير. الله 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 الله. بس وش فيك قربت لهجه مصريه رفيزك؟ عجبتني مش بس ترجع رفيزك، المهم ترجع رفيزك. ثم عدلها المره الثانيه قال رفيقك. والله انك متميز ومبدع والله يوفقك. والان زد رصيدك 69. ابقرا الهاشتاق عاد، ابقرا الهاشتاق قرايه، ابقراه قرايه انما ايه. يلا عطنا علومكم وعلى ما قال. يقولون لا تجيبون طاري تركي بن محسن عشان اركز في دراستي. مره متدهورين مع طلوعه. الا جرح المشاعر. يقولون والله جرحوا مشاعرنا اللي يقول الكلام هذا. الشيخ سلطان الى متى هذا الاهمال والتسيب وعدم احترام الجمهور؟ انك يعني ما تحترمهم في غياب البث. ترى امس قالت كثير جوني على الخاص والان يتكلمون عنها. يقول ما تحترمهم من ناحيه انك ما تطلع البث ونايم. الان جابها واحد صريح، الى متى هذا الاهمال والتسيب وعدم احترام؟ ارد عليه بعد ترى التون. لا شو بقول حاجه، مو ترى هذه مو بانه خلص التون. انا مو بانه قصدك انك ما احترمت، لا انك يعني ايش فيك علينا؟ انك قاعد خان التعبير لانه يحبك. والله يا اخوي انا ما ادري كيف انا ما احترم الجمهور، يعني انا ما ادري شلون يفكر الاخ الكريم هذا، لكن صراحه شيء غريب. اذا اسلوبه احسن من كذا انا ارد عليه، لكن انا اتوقع ان هذا ياكل شابوره وقال الكلام. اتوقع عندي احساس يعني احنا داخلين الى اول شيء تربيتنا تحكم علينا الدين اشياء كثير، يعني لما اني ما احترم حجي يعني صعبه يعني. وسلطان يعني ايش ترد عليه؟ 90 يوم هنا عشان الجمهور، عشان عيونهم. والله في الاخير انا ما احترم، مستحيل يعني. لا بعض الالفاظ ما لها داعي ترى. صح يعني انا ما احترم الجمهور. يا ويله ويله يا ويله ويله اللي الحين قال الكلمه هذه. يا
ولا ولا خلي سكر بيتولجون هالعرض اي والله سكر سلطان يجعل من هذه الكلمه هاي الضروري يجعل الانسان بشر ماني بنسان ماني بلاستيك انا مخلوق من بلاستيك اسالك بالله لحم والله لحم لحم لا يعيدك انا اشوف انا لحم اشوف صح يعني الشيخ فيصل شلون قلبي؟ والله نسمع لك شيء منك طال عمرك ها؟ نبي نسمع شيء منك والله بلغم وخشمي مسكر طالبك القصيده طيب قصيده قصيده طبعا انا بدخل لكل واحد باسمه عندكم سلطان اكتبوا بس سلطان لا تكتبوا شيء مثلا تكتبون لي على ما قال السهلي اكتبوا سلطان علي اكتبوا عبد المعطي عبد المعطي من غير مسافه ايه عبد المعطي بس مسافه لا تكتب علي يطلع لك كل شيء على ابراهيم يطقطق على ايه صح صح اشتراك كل شيء يطلع على ما يطلع ايه على صح على صح صح كم مره جربت انا عشان كذا نكتب علي نكتب عبد المعطي بدون مسافه عبد المعطي بدون مسافه ونكتب فيصل ونكتب عبد الله عشان ناخذ لان كذا دوشه في الهاشتاج ما عندنا بعرف نقرا ولا عندنا بعرف ايش السالفه شنو فاسلم الشيخ فيصل تبي قصيده والله قصايد واجد لكن اسلم اسمع بقل قصته وين قصته ما اعطونا قصته لا كل جبن طيب اسلم يا ابو قلبي خليني ادور شيء انا ما قد قلته فهمت يلا هذه قصته يا ابوي والجبن والله ما جبن لنا جبن طيب والله انا كنت اني شفت النبي طب ايش بيسوي شنو بعد الله ينكب والله اسلم يا ابو قلبي ارجع لك بعد شوي جاهزه يا ارجع لي باقي ساعه على العصر باقي ساعه عبد الله ما طلعها اصلا عبد الله حلافي انشدت رسمت قدمت فقرات واثبتت حضورك انت مبدع استمر وفالك النهائي يا رب جمهورك من سلطنة عمان يا ربي على راسي والله يا ربي يحبونك العالم والله الله يحبهم يجعلنا عند حسن ظنهم ان شاء الله الله يرفع قدرك يقول لك اسامه الجهني عبد الله حلافي تراك جبت الطامه السجن بس يلا يلا اخلص والله يلا يا ابوي اقسم بالله اني بعثر اوراقي عبد الله اشتقنا رسوماتك بعلمك بسالفة الرسومات بس مو هالحين لا الحين لا مو هالحين لا الحين عندي رسومات هنا قلت ليش فيها طيب يعني ما تعطينا شو اسمه متى شوف قول الله شخص ابحر في سماء الابداع شخص طيب القلب واحبته جميع الناس واحببته جميع الناس الكبير والصغير نحن دائما داعمين لك وراك ولا تنسى ان وراك دعم يهد الصخر يا عبد الله الحلافي لا يا عبود صدقك عبد الله الحلافي ترى دائما اسمك ينافس في الاوسكار فلا تقلق ولا تشيل هم يستاهل بحضر الحمد لله ايش فيك يا منصور هذه هقوتي والله هذه هقوتي والله حابينك والله يا اخي ما ادري لنا كم 68 ما قد اخذت ولا اي تصويت ولا اي بس هم يقولون يعني انه شكله شايل هم وقلقان فعلمه انه يعني ترى اسمه دائما ينافس في الاوسكار من الاسامي اللي يعني اللي تجي في على ما اروح بجيك جعلنا فداهم وهذا فنتوقع انك الاسبوع الجاي تاخذه باذن الله ونبارك الله لمحمد المطيري على اخذ الاوسكار هذا الاسبوع الله يوفقه بقدر رئيسنا على اخذ ايش الشيخ ابو عبد المعطي عيونه يلا يلا جبن بس شيلتك وصلت اكثر من 200,000 مشاهده الحمد لله نبي من عبد المعطي وين ايامنا وين او شو ذات البراين اعطني شو البراين لا والله غلا دقيت قراس الوداع قربت مصر يعني اللي هد الحيل ويدك الروع لا والله الا ساعدني ساعدني فيها دقيت قراس لا والله الا دقيت قراس الفراق اللي يهد الحيل ويدك الظنو يا صاحبي من ما يعرف الاشتياق وداتك الله في السجود وفي الركوع تلحكي بصدورنا والكون ضاق ولا
غير الدموع الفقد يوجد ما يطال والصبر راس المال في عين القانون حنني عارف ان الزمان مثل السباق ومصيرنا نرضخ لحكمة الوقت طال يا صاحبي حتى لو يضيق الخناق أطلق حجاجك وابتسم باسمة قانون وابشر بنا حتى ولو صار الفراق إخواننا لنا لك وسط الظلوم لا والله إلا دقة جراس الوداع اللي تهد الحيل وتفك الضلوع لا والله إلا دقة جراس الوداع اللي تهد الحيل وتقول لا سم ولي اي الفنا القصيده الجديده وعلى البركه للتلحين القصيده الجديده سويت قصيده جديده من شو خربطت ما في جوبه ما في والله ما في اخي مثال كلها ابراهيم الشوري ما مدري في كلها ما في ما جبت لهم ابو علي والله في انا حاطه بيدي ما في الا جبن بس اي صح هنا لا 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 ما عندكم جبن ما عندكم جبن لا 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 تعال صحنين صحنين لا صحنين صحنين انا حط انا حط صحنين ابراهيم لا تخلي علي كان في مينيز وقشطه بس يطلع برا القريه صحنين ما زلنا يعني صحنين خلينا نخليه يحافظ على رصيده صحنين والله انا محافظ بس النفسيه خلاص لازم اطلع ولا لا لا واضح انها باللهجه السوريه اللي كاتبينها ابراهيم ما تخلي علي يطلع برا القريه بالله مش ناقصه مش ناقصه خصم عليه يحافظ على رصيده مش مصري هذا سوري رصيده لك شكلين ما بحكي طبعا طلع على ما قال طلعت مزيكي في الموضوع هدت الرجال اللي قاعد يغرد طيب ما قريته وشو عسل بحور امس دشناه عسل بحور ما شاء الله وانا اشوف سجع عسل بحور عسل ابو حور عسل سدر صافي مضمون 100% ما شاء الله عسل سدر والله العظيم انه ملحل والله كم قيمته بس تشرب على الريق خسار منافس طيب ها انا عطنا عطنا شوف عطنا شوف تبي ملعقه ولا خبزه عسل بطل صار عطنا ملعقه شايف عسل حقك انا ما كلها يعني وين بجيب لك اياها من ترى من فوائد العسل انك تاكله طب خذنا ذي هذا جبن بس قشطه ذي قشطه حقته حوق انت قشطه ولا جبن انا قاعد اجيب لك العسل ليش تدخل في قشطه؟ ايه ملح وين؟ خلاص هذا هي خلاص خلطته كلها مع مايونيز ايه ما تاكل العسل بالملعقه هي كذا هي عشان تطلع الصوص طلع عليها جبن والله خالد العريف الله يخليه لنا ابو ليان ملك الصوص الحجي ترى ياخذ وائد العسل ها اذا بغيت تحط ال ها العسل شفاء كل شيء ولا عندك صح ولا ولا عندهم ما عندي شيء انا قلت لك عندي مايونيز وكاتشب وذا كلوز بس بس يا الحبيب وانا متحمس ده صلح للموضوع ده مره عاد بينكتب بعدين نحط الطبقه الثانيه نحط جبن وهذا ونحط بعدين طبقه بس خلاص حلو ذا العسل لا كيف ها بس عسل مو مغشوش لا حلو لا حبيبي امس سوى تجارب سوى نظام حقين السود هذول اللي يقعدون عند لا 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 خلاص عسل زير من ايش ما قال ابو حور قال شوف قال انا لن اخاطر خذ ولن تندم ولا انا اخاطر بسمعتي ومحبه الناس لي عشان منتج كذا سدحها يا رب كم قيمته بقى اعطاك كم قيمته؟ في نص كيلو في كيلو كم نص كيلو؟ جميع انحاء المملكه كم نص الكيلو بقى؟ والله ما ادري عاد اسعاره ما هي لازم في رقم تواصل في رقم تواصل الله يرزقه ويبارك له ويوفقه رقم التواصل حلق. الان بن شو اسمه بنقرب عشان عند الشاشه الله يبارك له ويوفقه احنا ندعم المبدعين وندعم اللي يستاهلون الدعم واضح على الشاشه يا شباب الرقم 055
لفه خمسه خمسه يقول لي لفه يسار، قلت لفه خمسه خمسه على اساس نرقهم. صفر خمسه خمسه واحد خمسه اربعين ثمانين خمسه. الله يبارك لك يا بحور يوفقك. والله ما قال لنا سوي لا ولا قال سوي، بس انه والله العظيم الله يبارك له انه يستاهل والله. هذا من باب المحزن المليان، دخلت معكم انا في المحزن المليان ان شاء الله. شلون الموضوع يا ابو علي؟ مين حاطه؟ انت حاطه؟ مين حاطه انا؟ حاطه انت خلاص حلو. المهم يا شباب انا بقول لكم حاجه، الله يبارك لكم ووفقكم، هذا اول شيء. ثاني شيء انا اتمنى من كل واحد يصلح له مشروع يستفيد منه. عبد الله فيصل سلطان، انا عندي مشروع. تكفون يا شباب، يلا يلا تكفون شباب، والله العظيم هذه فرصه لكم يا شباب، ترى البرنامج والله اني حالم، اني حالم الحين، حسيت اني انا حالم. قد جلسنا جلسه قبل وانك تكلمت نفس الكلمه. اما اي تحصل لك احيانا تذكر مرات انا ولا ابو علي ساني عن العسل، وانت قلت يلا فرصه لكم ترى ما بقي شيء برنامج. والله العظيم انا تطلع احيانا احلم كذا. انا مرات حلمت، جدي توفت حلمت ان جالس عند بيتنا برج خليفه جنبنا نفس النظام حلو، وفي عندنا شاطئ على البحر، النافوره الزرقاء، ابوي لابس برموده. ابوي كبير في السن، لا عايش عنده دبي كذا، تعيش برموده وناس. ترى ابو ابراهيم حلم ما ادري شلون صار، قلب يمين ولا يسار، ونافوره جده عندنا، نافوره جده ثلاث الحلم. اقول لك طالع حلم غريب، حلم غريب. وش جاب برج خليفه يعني من نافوره جده يعني نقف في السعوديه؟ قلب يمين ولا يسار، خليني اذبح روعي وخلص. ليه؟ كله طبعا نحطه في الشارع. اقول لك ما ادري شلون جاء الحلم، حلوم العصر، حلوم العصر. والله طلع معنا حلم برج خليفه، طلع معنا المصمه كذا كذا شو اسمه، اشياء غريبه غريبه. وجدتي فاتشه ما تغطت، حطها قطع صغار. جدتي ذكر الله تغطي الله يهديك، تقول لا حياتك كذا. برج خليفه جاي هنا انا ما افتش. المهم ابو فيصل قول له الله تبيني اعطيك قصيده؟ ابغاك تعطيني الكرك، مشروع الكرك متى بتسويه؟ والله قاعد اسويه لكن صار تاخير من شو اسمه وزاره التجاره او شيء كذي، صار في اشكاليه بس بسيطه، لكن ان شاء الله جاهز. ما تخلص البرنامج اللي انت مضبطه؟ والله اني ودي اخلص اليوم قبل بكره. طيب الابيات اللي من ساعتين وانا قاعد نقول لك ابيات عطناها تكفى. تحبتني معك في الابيات هذه ابغاها. والله اني ما قد اعلنت ولا قد قلت هني، لكن ما جت لي فرصه، لكن الحين اقول لك. وش اعلنت عن الابيات جديده؟ لا ما هي جديده يعني من زمان هي. وش اللي تعلن عنه؟ ايش قصدك ما قد اعلنت؟ يعني ما قد قلتها في زد رصيدك. قصيده خاصه يعني؟ لا ما هي خاصه، قد قلتها قبل. طيب يلا. كنا بقى اعطيتها واحد بغى يشيلها الظاهر انه بعد ما شاء الله. اسلم. يقول محد غيرك على هجسي يمون، كل ما تطري بيوتي صغتها، ما يهون المدح وانتهى، ما يهون القريحه لاجل عينك سقتها، لعن ابو دارك تفردني الجنون، نظرة عيونك اللي اسلهمتها، لعن ابو دارك تفردني الجنون، نظرة عيونك اللي اسلهمتها، العرب لو يفعلون ويفعلون، والله اني من جمالك عفتها، من عرفتك كم ما عندي عيون، اسمك وسط عيني صفتها، معجزه لله في خلقه شؤون، اذكر الرحمن اللي شفتها، العذارى دونها ما يوصلون، تنقد العربان لا شبهتها، ودي اوصفها يا لاحت مزونه، وجت مزونه ودي اوصفها يا لاحت مجون، وجت سموم القيض ما وصفتها، لو انا شاعر وشعري له فنون، واصدر القيفان ما لحنتها، مير وصفك عجز، مير وصفك عجزي اللي به جنون، كيف تبغاني اوصفك وين جبتها، ان لله وانه في خلقه، ان لله وان اليه راجعون، احفر قبري اللي فارقتها. لكن ما عليه، ترى والله اني بلغم وخشم مسكر وبعد فيني الى الحين حراره، لكن اعذرني على الوقع، والله اني تعبان جدا. اجيب لك واقول ما بقى شيء، اجيب لك سباب طرش. ها؟ كمل اسمع اعطيك قصيده ثانيه كلش قال.
يقول نايف نايف هذا اخر طبق الخير هذي. لا 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 حجي اي وش مسوي ذا حجي؟ لا لا هذه كرامة تخاف قول ايش هذه؟ الله يسر. لا تعفس الدنيا تكفى هذه حقت حالة ذي. والله العظيم قاعد يمطرسهم في ذاك يا ربي ايش سووا في ذا؟ خليك من يقول ما نبي ما نبي شيء ما نبي شيء يقول هنا ها وش هذا؟ وش هنا حط لي كلوز يا مخرج حطنا. تدري ايش يقول؟ تدري ايش يقول؟ المخرج حطنا. ولد تدري ايش يقول؟ هذه 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 في الونزة على طول والله هذه مستشفى. تدري ايش يقول؟ يقول هذه ما لنا فيها حاجه. هذه تدري ايش تسوي؟ هذه شلون شلون تاكلها؟ هذه شلون تاكلها؟ شلون طريقتها؟ شلون تاكلها؟ هذه قبل لا تاكلها، قبل لا تاكلها دق على اسعاف وتاكل. لا ما تدق على اسعاف، تدق على الدكتور. شل شل تقول دكتور السلام عليكم، جهز لي مفرق، جهز لي سرير عندك، انا جايك على الطريق. غسيل معده. بعدين تقول بسم الله الله اكبر تاكل. بعدين تشغل سيارتك تروح الدكتور على طول. يعني انت عارف عارف وانا اساعدك المفروض تكون ما انت بحاطها فيصل المفروض تكون عارف العواقب اللي بتصير لك فهذه العواقب اللي بتصير لك دقوا على الدكتور قبل لا تكونها يا اخوي هذا يا اخوي احنا جايين نعلم الرجال القادمه يا اخوي يا اخوي احنا جايين علم علم نفسك مير واطبخ زين والله العظيم الرجال القادمه عز الله الرجال القادمه اندمرت الشيخ عبد الله ترى مش قوعدني بتسمعني شيء ولا سمعتني ابشر ابشر والله تكفى الحين والله ما سمعك بس الحين الحين ما لا ما خليك ما خليك ما خليك انت تعطيني الحين قربت قربت اخلص عطني عطني لا لا عطني عطني وانت تأدي وانت وانت تشتغل اي شيء طيب اسمع في شيء دشنت هذاك الليل يوم الجمعه دشنت شيء من كلماتي دشنت هنا في شيء دشنت من اللي انشدها انشدها جاسم الجويعي طب حرام عليك يا فيصل لك اعمال برا وقاعد تشتغل اعمال برا ولا دشنت لك ولا عمل هنا في القريه انا طلعت مرتين طلعت اول مره وسجلت الشيله فطلع في اخطاء يعني شوي اخطاء بسيطه في ايش في الأداء في الهندسة لا في الأداء لا في الهندسة شوي فهم؟ ايه فرحت مرة ثانية عدلتها وطلع الكورال شوي في يبيله تعديل واجد يعني عمل في عنقر بالعمل باختصار ايه لكن عاد كلمت محمود فلاح أمس ومحمود فلاح يا أخي والله لو نمدح مدة 7 سنين ما يوفي حقه هو ناصر الحربي والله أمسي عليه أمسي عليه من هذا المنبر على محمود فلاح القرن الشبابي ايش اسمه الشباب القبندي المزبراني والله العظيم يا محمود فلاح رساله من فيصل بن شافي الى محمود فلاح من القلب الى القلب والله العظيم انك كفو وكفو وكفو عشان يطلع اليوم والله انه قايل لي امس ابشر بس عديت قلت يا ولد يطلعك يعني لا مو ساكت يطلعني قلت يا ولد الشيله احسن الله عزاها ما في توست قال ابشر بالعوض الله يضيق صدرك امور طيبه قلت عيني قلت والله انك كحلا ما حتك فقال ابشر بس امر على ناصر الحربي فكلمه قلت ابو نايف العلم سلامتك ضعفاء قال ابشر بس يا دامر قلت اول شيء احسن الله عزاك قال افا ايش فيك؟ قلت على شيء تنشلتها ولا ضبطت والله ضق صدري كذا قال والله ما يضيق صدرك شيل بس هذا البرنامج كله لكم افا حلو اي حلو إيه ليش دخل افا ذي؟ ما ادري دخلت غلط معلش معلش والله لا تقول افا عشان العيش هذا معلش افا العيش صح ما قال احتزم التزم فيهم مخالفه لا لا خذ راحتك خذ راحتك قال احتزم يا ابو شافي قلت بيض الله وجهك ظهر رشاش قال بيض الله وجهك قلت بيض الله وجهك قال والله ما والله العظيم البرنامج انه تحت الكبندي قلت والله انك شباب رجال يا ايه قلت والله انك كفو ويا يا نايف يا ابو نايف ناصر الحربي قلت والله انك ايش قاعد تخبط ايش قاعد تخبط تقول خشمي والله ترى ما اقدر اتكلم انت رجال وانا رجال وهذا رجال والله انك كفو والله انك يا اخي يا اخي الرجال الرجال الكفو قبلني ما تقدر ما تقدر تمدحه بهي الطريقه والله العظيم يعجز الوصف عنه لا والله وقمندي ومدري طباسي مو بسوالف ذي مو قمندي مو قمندي لا لا مو قمندي هذه 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 السالفه هذه لازم تركب على بعض عشان تطلع لي جمله مفيده مو قمندي شو اسمه تعبت انا شو اسمه حركه ولا طلعت للاسف فشلت قباب 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 شباب قباب شبندي شبندي لا مو شبندي لا قباب سمر قندي سلامي على ناصر اقول انت انت راضي باللي قاعد تسويه؟ راضي تماما؟ معك كلش معك كلش معك راضي تماما اللي قاعد تسويه؟
لا مو ساكت، لا لا لازم افزع الدنيا عليه. طيب ايش بتحط عليه؟ خلصت تحط عليه شيء؟ ايوه جبن. ما شاء الله عليك والله. وشوف انت ذقت الملح ذقت كل شيء؟ ها اشوفك كل شوي فاتح القدر كاب شيء، كل شوي فاتح القدر كاب شيء، كل شوي فاتح القدر كاب شيء. ما ادري كل شوي انا من زمان تحس انك غلطان ولا ايش تحس؟ ما احب اسم البشاميل كلش كلش طالع لك. تحس انك غلطان ولا ايش تحس فيه؟ ايه تحس انك عافس الدنيا والله. كل شوي يفتح الدرج كذا شكله منه هذا ابوي. افتح كذا يحتري شوي ثم يفتح ثانيه. طب دق افتح ثانيه اسطع. اقول فان المركز الاول ان شاء الله. والله ان شاء الله باذن الله هي على الطعم في النهايه باذن الله. الواحد وخطواتك ان شاء الله ان شاء الله ما كويسه ان شاء الله. الله يطول بعمرك يا لبه. شلون قلبي طيب ان شاء الله؟ شزين والله زين زين. شوفتك يا لب عينك بشر. كيف الصندل؟ كيف؟ ما شاء الله خايفه والله ملكيه هذه. هذه ما ما ما, ما تلبسها في عرسك ذي. بس لازم ايه ليش لازم تمسك يسار؟ ها؟ ليش لازم تمسك يسار؟ شلون؟ لازم تمسك يسار كذا. ليش تنعوج؟ ما ادري ايش فيها والله كذا. هي ابوي كان ابوي الله يطول. هذا تم العود ولع شو اصله؟ والله ما ادري والله والله ما ادري. ها؟ الظاهر الظاهر. المهم يا قلبي فقدت الامل لكن تكفى يا عبد الله الحلافي. الله يطمن عليك. اجتهد في طبخك بس غمزات. ها فيصل المس القدر من فوق. اسوار القريه تفقد صوتك ورسمك ودندنت ودندنتك. نبي نشوفك كل القريه تنبثق على نبي نشوف كل القريه تنبثق على صوتك يا عبد الله الحلافي. ابشر ابشر. بس خلنا ذا الحين نطلع من المازق ذا. عبد الله الحلافي افضل مكرونه شفتها. الله يسعدكم ان شاء الله. اي والله عبد الله الحلافي. وانت ما رفاهي كذا. منو ذي يولي؟ يو منو ذي يولي؟ خلنا اوريه مو شيء. لا ورني ورني. من هذا يولي؟ دقيقه خليك اصبر شوي. من ذي يولي؟ اي يولي حتى ما تعرف تتكلم سوري. من ذي اللولي؟ من هاي دا من هاي دولي من هاي دولي ولك لا دولا من هاي من هو دولا من هو دولا إخواني. هذا إخوان كلهم يا حبني لهم. يا قلاتي يا قلاتي يا قلاتي. قول معي ثلاث مرات. يا قلاتي يا قلاتي يا قلاتي. إذا قلت أعطيتك جوال. يا قلاتي يا قلاتي يا قلاتي يا قلاتي يا قلاتي يا قلاتي. يا أجل أجل. لا خليني أشوف يا إبراهيم. مرة بعد قلها مرة. يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي. جاز ذلني. لا لا ايش دعوه. جوالي عطني جوالي. محميه بلاستيك عطني. عطني جوالي بس قديمه. عطني جوالي. قل لي قل لي كلاتي عشان اعطيك اياه. يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي. لا اول شيء انت انت عاد رجعها لي. ايش فيك ما تفهم؟ يلا قل لي يا كلاتي. لا لا يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي يا كلاتي. عيد 10 مرات. كلاتي يا كلاتي 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 كلاتي. هات جوالي. المشكلة لازم يرجع لك يعني ما فيني اذلك. اي خصم على طول ما في لعب. قول علي لا يغيب عن البث ما بقى الا القليل. مثل الليلة السورية وليه ما تسوي مثل الليلة السورية. باذن الله قريبا انتم الاداره ياكدوا الموعد بس باذن الله يعني اسبوع 10 ايام والليله جاهزه طبعا. جالس نرتب عليها من الان. والله العظيم اني مرتب عليها من بدايه البرنامج ومسلم الاداره اسماء الضيوف وكل شيء مرتب كل شيء. والله العظيم اقول لك حاجه في ليلات كثير فالاداره عندها ترتيبات وامور. وينك عن الظهريات والعصريات اللي كنت تمتعنا بها قبل؟ اي ام سوري لكن باذن الله راجع بعد ما اطلع واعدل نفسيتي وارجع. قول لعلي جمهوره من العراق معه وما ننسى ما ننسى من دعواتنا. الله يسعده. لي الشرف والله للعراق. متى تفك الجبس؟ وصلنا العراق. متى تفك الجبس؟ الدكتور قال شهر ونص بس انا بسحب عليه وبفكه بعد اسبوع. ودنا يجيبون اهلك وما ودنا تخسر على الرصيد عشان ما لا تطلع. انت بتطلع والله تطلع ضروري. لا لا ما تطلع والله تطلع ضروري. لا مو على كيفك. خلي اهلك يجونك هنا ابرك. بحاول ان شاء الله. ليش ودك ليش ودك تطلع انت؟ عشان اهلك. انا طلعت 40 ساعه غير جو يا اخي. غير جو وفي شغله اخلصها ومره واحده في عمل بسجل باذن الله تعالى اليوم
ومن تشوف ترى طبختنا طلعوها يا حبيبي ابو ابراء اسال سلطان ابو حصه اعطاه العشرة اسال سلطان ابو حصه اعطاه العشرة اللي ولد اخته بدر ايه اعطاني اياه اللي من ولد اخته بدر منو 10 ريال ايش اللي اعطاك اياها عشان يشتري بيها خبز 10 ريال كريم لبه والله قلبه وش كريم راس ماله قبل 10 ريال استاهل اي والله ونعم لا تخلاها البقال تبسو على ما قال والله كريم اقول كريم راس ماله اعطانا هذا شيء جميل والله هذا صعب شكرا انك ذكرني بالعشرة الله يبيض تلقى عود فقر ذا اليومين اللي راحت تلقى تحسف تحسف من الله عليك عبد الله الله يبيض تلقى تحسف الله يبيض صدقني المفروض ترد لها المفروض تردها لها 10000 والله يستاهل خلاص سم 10000 من سلطان يستاهل انا كلمت ابو حصه شوف شوف ما نبقى 10000 كل 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 ريال ب 100 تبقى متسابق هنا طيب تبقى متسابق على عيني وراسي خويي لكن تبقى متسابق والمسابقه شريفه وش فيك انت نعم هنا الميدان يا ميدان عشان عشان نعم انه يخوض ويبقى شقران داخل المعركه ويتقدم انت ما اثر عليك الزكمه وذا الدنيا شقران ويتقدم شقران بتجيك الزيتان ويبقع في وجهك ومازال بالمقدمه شقران بتجيك زمزميتان تفجر بجبهتك انت عقل قضيه واخذ منك تعويض 50000 ريال يا ابراهيم بالعكس سلطان من عواميد البرنامج وحضوره للظهريات والعصريات لحاله يكفي احترام وتقدير للمشاهد قبل الجمهور الله لا يهين الانصاف جميل يا ابو سويلم صحيح الانصاف جميل يعني الحين انت اي شيء يجيك تقوله ما تتاكد من مصداقيه الكلام سلطان من اكثر الشباب تفاعل وهو محترم جمهوره بشكل باي حق تتكلم بلسان الجمهور يا ناس طبعا انا ما انا الا قاعد اقرا التغريدات اللي عندي ف يعني سواء كانت يعني كويسه او 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 سلبيه او مو بسلبيه او انها انتقاد عشان برضو يبرر لنفسه بغض النظر الشيء اللي بقوله الانتقاد جميل صح النقد شيء طبيعي احنا ما احنا ملائكه انه كل شيء يسويه صح وبرضو عشان تبرر انت اي انقدني بس النقد الطيب النقد اللي يوصل القلب يوصل القلب عشان يكون في رده فعل حلوه الكلمات ترى مهمه يا الربع والله العظيم الناس في هالدنيا الحين انا وصلت مرحله ابو سويلم وانتبه علي والله كنت احتاج بس احد يجي يقول لي كلمه حلوه الله يوفقك انت بطل بس ما ابغى شيء ثاني في فترات والله كانت الكلمه تعني لي شيء كبير انت بطل انت وصلت انت بدعت وانت صغير بالله صغير ولا الان ها وانت صغير ولا الان قبل 4-5 سنين يوم جيت من بريطانيا كنت في مازق بس كانت بعض الناس يقول اخي انت كذا انت كلام ازمان تبيك ازمان يعطيني سبرينج بس انك تجي تشوف لي ها قالها ناس قال ضيعت عمرك درست برا كم سنه وجيت شو الفائده لا درست جبت ماجستيرين من بريطانيا وبعدين توظفت عرفت اللي فكره محدوده ناظر انا اقول فعلا اقعد مع نفسي 3-4 ايام متضايق من كلام الرجال هذا بس في الاخير يجيك واحد والله ما له في المصلحه شيء يجي يقول ابو نهيان صراحه انت الشخص اللي سويت شيء كل اللي حولنا بس ويروح يتاثر فيه يروح يوه شوف ابو نهيان ودك تمسكه تاخذ والله اني ليست 3 جدران ذاك اليوم كلمته في 3 جدران ما ليستها اني ليست الجدران ذاك اليوم عشان ما يطلع لا الهمه في جدران 3 في المزرعه ليصناها وصبغناها ثم ركبنا نور كلام الزين يا الربع يجيب رجاجيل يخلي صح يعطي طاقه اي ويعطي طاقه كلام الطيب زين اما انك تيجي تقول لي كلام مش كويس ما تستفيد شيء الله يوفقك يا سلطان ويسر امورك امين سم تليفونك بس دقيقه بتشيك على شغلاتي بكل ثقه ضيعها اوف هذا مخربها لا اوف فيصل ما عرفتوني صح اوفر خذ خذ تعال 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 خذ شيك على حساباتك لا 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 منتهي ليه؟ لا ما تاخذ ما تاخذ ليه؟ يخصمون عليك والله انت اللي معطيني اياه بلسان انا قلت استعبط والرجال اعطاني اياه بلسان خذ 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 علي واضح بجلستك تبي تشوف خذ 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 لا 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 قل شو كلاتي كلاتي انت قل لي كلاتي كلاتي 10 مرات لا 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 منتي لا لا كلاتي لا انت اكثر راحه نفسك ما ارضى عليك انك تاخذ الجوال تقرا فيه لا هذا جوالي جيب
يقول اتشرون على فيصل كل ظهريه يجيه بلا. والله الله يسر امرك اللي قلته. خلهم يشيلون الشيله اللي من كلمات فيصل. وين الشيله اللي من كلماتك؟ طلع 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 عندك. عطى علي عطى علي وسلطان خلهم يشيلون. عطى عطى دوتو كلهم ثلاثتهم. انتوا خلاص كذا خلصتوا طبخاتكم؟ انا اشوف العين ما في مساواه. خلصتوا طبخاتكم؟ طبخات تعال نجلس هنا تعال نجلس هنا بس دقيقتين ناخذ علومكم وبعد شوي بس عشان على ما قال يا ابراهيم ابو علي خلينا نشوف بس طبخه ايش صار لها. تعال بس دقيقه ابو علي دقيقه دقيقتين. يا وين رايح يا سلطان؟ ارجع ارجع دقيقه. ما شاء الله تبارك الله طبخه ابو علي يا ربي. الله يشرفكم. حر والله شغل مرتب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حط يدك حط يدك حار حط يدك. لا والله ما شاء الله تبارك الله شغلهم شغلهم انتك هنا. الله يبارك هنا ما في خوف. حراره خفيفه فوق بس النار هنا فوق هنا هنا عشان الاطفال الاطفال في المطبخ ما يجي هنا ما يحط يده. هنا حار هنا حار وهنا حار هنا حار. لا هنا هنا ما في هنا حتى ما في حراره هنا حار هنا لا ولا حار. الله يوفقك يا ابو علي ما شاء الله تبارك الله. استاهل الله بس بسام 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 المزين ما شاء الله تبارك الله من الشباب المخترعين السعوديين. والله ان ندعم الشباب السعودي. هذا برميل مندي يشتغل على الكهرب يعطيك طعم البرميل العايدي. شم الريحه شم الريحه شم ريحه ريحه مندي. فهمت علي؟ يعني هو حاط صاج تحت بحيث انه يقطر عليه الدهن ويقطر عليه كل شيء. فخار فخار اي فخار فخار. وتطلع ريحه المندي يعني مجهزه تجهيز حلو. وحتى برضو يمديك يعني على ما قال تسوي فيه اشياء كثيره ما شاء الله تبارك الله. الخبز وما ادري ويش والكلام والبيتزا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. القدر طبعا القدر اللي ما يرزق فيه الاكل يعني يقول لازم سبحان الله يطلع كامل ما كانه كان في شيء كانه كانه غصه. تحصلونه برضو عند قصر الاواني موجود. الله يبارك لهم يوفقهم ان شاء الله. وفي برضو عشان تطلبونه طلب فوري يعني لو تبغونه يعني في اي ديره تجيكم في ممكن تاخذ عليه كلوز يا مخرج. رقم التواصل اللي تحت ممكن بس تاخذ عليه كلوز يا مخرج اللي هو كم الرقم هذا هو ثابت 055-240-2525. الرقم مرة ثانية الرقم مرة الرقم واضح الآن على الشاشة. الآن بس دقيقة 055-240 شدك شدك خلاص صدوا على الشاشة. حلو حلو 055-240-2525 هذا الطلب. وبرضو اللي حوله قصر الاواني يقدر ياخذه برضو منهم. والله يبارك للجميع ويبارك له. هذا من المخترعين السعوديين طبعا. هذه اول نسخه وافضل نسخه والنسخه الاصليه نزلت من برميل المندي. الله يبارك لك يا بسام كهرب. انت من المبدعين كهرب تحط ذبيحتك وعطى الحرمه بدها تروح تصلحه. لما تروح تشب حطب وتكلف على عمرك وما ادري وشو وما ادري حرمه ترى ما تقدر تشب تسوي هذا كله. حط جيب له هذا مسافر باستراحه في الشقه مسافرين ونفس طعم المندي يجيك كل شيء نفس طعم المندي. الله يبارك لك يا بسام المزيين من المخترعين السعوديين. والله انك تستحق وانك على ما قال يعني يعني اختراع سعودي اختراع سعودي وهذا اختراع الاول برميل مندي. الله يبارك لك ووفقك واطلبوه اطلبوه قيمته 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 كيف قيمته قيمته يا طول العمر اتوقع اتوقع انه في الالف في الالف لا لا هذا لا لا هذا لا الكبير لا لا نتكلم عن متوسطنا المتوسط هو الأفضل. المتوسط 1300 ريال او 1400 اقل او 1200 هو يدقوا عليه انت دقوا واستفسروا الان. هذا انا بصوره على ما قال هذه بشوف الصور. هذه الاحجام طبعا شوف هذه الاحجام هذه الاحجام هذه الاحجام هذه العده اللي تجي معاه كامله. شوف طلع هذه العده كامله الاحجام موجوده هنا. شوف الاحجام كم واحد شوف الاحجام كيف. وهذه العده كامله تجي معاه وقيه ملعقه ملقاط كل شيء يجي معاه. الان هذا شوف ادخلوا على الهاشتاج زد رصيدك 69 والله اسكت اقول يا اخوي وجهي ما يصف خلها خلها ما تحترق شلها 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 الان نزلت تغريده في الهاشتاج خشوا وفيها رقم التواصل فيها رقم كل شيء. شوف الهاشتاج اللي في الزاويه في التويتر خشوا وفيها رقم التواصل تواصلوا واسالوا. والله يبارك لك يا بسام المزين والله يوفقك. وهذا اول برميل ترى في ناس مقلدين عليه هذا الاصلي تلقونه برضه عند قصر الاواني. الله يبارك في قصر الاواني معاه معاه سي دي
سي دي لاستخدام كامل. استخدام كامل كيف سي دي استخدامه؟ يجي ويعطيك اللحمة طرية كل شيء يعلمك استخدام معاه سي دي كل شيء تستخدمه. حلو حلو. يا شباب خلنا نجلس بس هنا دقيقة بس. هلا اسلم. انا دائما يطلبونه ما انشد لذلك شفني اذا في طلبات على تبعك. لا طيب يس. الان دقيقة بس على ما قال. فيا شباب انا بقول لكم حاجة. احنا عندنا وقف الاب. اوه والله يذكر ابوي تاج راسي الله يبارك كل من يشارك في هذا الوقف. انهينا وقف الام والان عندنا وقف الاب. مو بعيدة على جمهور. تم وقف الام ما يتم وقف الاب. وقف الاب على ما قال وقف بركة. نفس النشاطات اللي كان يسويها وقف الام وقف الاب قاعد يدعمها. واقل مبلغ الان تقريبا مليون. اي تقريبا فيعني تتكلم عن 15 مليون. شيء بسيط. 5% زادت اتوقع. فيا شباب اللي تتابعونا ما نبي نتم هالبرنامج. باقي معنا شيء. باقي معنا في البرنامج يعني تقريبا الناس يا اخي حول تقريبا 21 يوم. فتكفون طالبكم باذن الله. باذن الله اللي بالخير اللي بالخير والله العظيم انه يدوره. والله العظيم انه ما تعوق. 15 مليون وشي اذا تكاتفنا عليها. 15 مليون كثير علي 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 وعليك وعلى فلان وعلى اللي صار ومجموعه بسيطه. لكن تتكلم عن ملايين المشاهدين. كل ملايين المشاهدين يا ناس اللي قاعد تتابعونا. والله العظيم وقف فيه البركه. وقف فيه دعم الارامل المطلقات المساكين الايتام. يعني اول جمعيه يعني تشمل الجميع في 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 نشاطاتها. في على ما قال قاعد تدعم ارامل مساكين يتامى ضعوف يعني اي حاجه تتضمن شيء اسمه مسكين ضعيف ما عنده ماوى ما عنده مسكن ما عنده ماكل ما عنده مشرب. فهي قاعد تدعمها الجمعيه المباركه. الله يوفق ويبارك الجمعيه البر بالمضيلف ويسعدهم على هذا يعني حقيقه. والله العظيم يعني اقول حاجه. قل لي. هم المتفضلين علينا بمشاركتهم معنا في البرنامج على هذا الوقف المبارك اللي قاعد يدعمها الاسر قاعد يدعمها الناس المحتاجه. وما يدعمه بس يقول خذ فلوس ولعب فيها. لا خذ فلوس واصنع لك مشروع ويرجع له بعد فتره. ها وشلون المشروع معك وحتى يحط له برضو يدخل معه ناس تدرس له الخطه تدرس له المشروع رياده اعمال. اي رياده اعمال. قادر يوم راح هناك عندهم في المضيلف اي جاهم على وقت المسوين حفل يخص رياده الاعمال للشباب اللي هناك اللي فيهم اللي محتاج ولا شيء يهيئون له مشروع معين. يقول له يا حبيبي اشتغل وترزق الله وحنا معك ونسوي لك دراسه الجدوى وكل شيء. ايضا لا ننسى انه في حركه جميله عند جمعيه البر بالمضيلف اللي هي ايش؟ في تطوير في تنميه. مو يعطيك وخلاص لا. الاسر المنتجه بشكل كامل هناك. نعم نعم. تعالي احنا نوفر لك مكان ونضبط وضعك ونعطيك اللي انت تحتاجينه عشان تبدين مشروعك وتبدين. فالحريم هناك ما شاء الله تبارك الله مستفيدات كثير. اسر منتجه قاعده تبيع والشباب قاعدين يبيعون. وبعد فتره يعني بعد نقول 6 سنة مثلا تجي البنت هذه اللي داعمينها تقول شكرا جزيلا انا وقفت. او الرجال او الرجال عموما تقول شكرا جزيلا انا وقفت على رجلين. يعني انت نميت في المجتمع. مو صح. بس اعطيت انت نميت وطورت خليت العالم تشق طريقها. فهذا اشترى شيء يحسب لها. هذا من الاشياء اللي قاعد تحرص عليها الجمعيه انها تقدمها. فهي الناس اللي قاعد تتابعونا والله العظيم هالجمعيه فيها الخير والبركه. يعني انت قاعد تتكلم عن جمعيه رسميه، حسابات رسميه، نشاطات واضحه عند العالم، ما في شيء بالخش والدس، كلش رسمي، شيء معتمد من الدوله. انت قاعد تتكلم عن شيء معتمد من الدوله، شيء معتمد من الاشياء مصرح لها من الجهات الرسميه. وزاره العمل. ايوه وزاره العمل برضو من الوزارة المتخصصة في الأوقاف وعلى ما قال. فيا ناس اللي قاعد تتابعونا والله الوقف فيه الخير والبركة. وقف الأب أتممنا وقف الأم. وقف الأم والأب وقف الأب. فكل من يبغى البر فأبوك أبوك هو اللي تعب عليك هو اللي على ما قال. وحتى لو نويت أن هذا لأبوك ونويت مع أحد ثاني خشرته في الموضوع فبإذن الله أنه لك ولأبوك ولمن نويت عنه. الله يبارك للجميع ويوفق إن شاء الله ويحفظ كل من نوى وكل من شارك معنا في هذا الوقف المبارك. أبو علي كن في عيونك شيء تبغى تقوله. أي أيوة والله طبعا الوقف اسمه وقف الأب. وقف الأب. نعم وقف الأب. نعم تاج راسي. فهو الوقف اكتمل وقف الام ولا احنا وقف الاب. يعني ابوك
تاج راسك اللي هو انت تشيل اسمك واسمه في كل مكان. فلان بن فلان يعني ابوك معك هو اللي اشتغل ودرسك وعلمك وخلاك في الدنيا ايش تسوي، درسك الجامعه من صغره ومن كبرك من صغرك هو يعلمك سوي كذا سوي كذا اين كبرت وصرت رجال وصرت تفهم فين تروح تتزوج. واذا انه حي الله مد في عمره والابو حي تزوجه وشاف اولاده يقول ما عز من ولد الا ولد الولد. فالاب شيء عظيم. ارقام الحسابات واضحه عندك. الوالدين بصفه عامه هذول عمودين حق البيت، اذا راحت العمودين هذول انكسرت البيت. لا والاب اللي متوفى هذا وقتك انك تصدق، هذا وقتك انك ترد شيء لابوك اللي قدمه لك. فالله يتقبل منكم ان شاء الله، سواء الدنيا او متوفي وان صار هو موجود ولا متوفي، فالله يكتب اجركم ان شاء الله. الله يبارك يا رب الكل يرحم والديك هذا الوقت. وارقام الحسابات موجوده وعندك رقم التواصل، تابع الجمعيه تواصل معهم، شوف شو يبون، شوف حاجاتهم، شوف والله العظيم يعني حاجه خله لك ولا الاخره، فهمت علي؟ يعني ما تتكلم عن شيء في الدنيا وينقطع، لا هذا يعني دائم لك، هذا وقف دائم لك طول ما انت يعني موجود على الدنيا وانت يعني في قبرك. والله يبارك الكل من شارك في هذا الوقف، وارقام التواصل هنا موجوده عندكم، تواصلوا معهم، قول شو السالفه، سمعنا شباب يتكلمون ونبي نعرف وش الموضوع اكثر منكم. وعسى الله يبارك في الجميع، وناخذ فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. الله يبارك لكم ويا مرحبا ومسهلا، عدنا لكم بعد هذا الفاصل الجميل اعزائي المشاهدين. والله يبارك للجميع ان شاء الله. جوالي جوالي وينه؟ هذا هذا لا هذا 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 خليك منه ما بينا. المهم بندخل الان على تعال 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 قرب او قرب هنا، تعال هنا تعال هنا تعال هنا. يا رب اقول اهل الله بالله عليك. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولكم شيخ عبد الله، وينك شيخ عبد الله؟ فاقدينك في الحلقه، تكفى تعال معنا. الله يكمل الحركات. متحمس انت مع الطبخه لدرجه انك خلاص فهيت ما عدك بمعنى. فتكفى ركز تكفى يا لبه بقلبي. وين شيلت كل قبل شوي يقول نبغى من عبد الله شيلت يا هي في ذمتي ذمه. عبد الله ويا هي في ذم ويا هي في ذمتي ذمه حالك ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي الكاذب الله يصيب امه مبكيك. ايش عادي عادي كريم وينك؟ تدخل امه كل غلطان كل غلطان فيك تسبون امه. بشمل لعب فيني الله يصيب امه. ايش جوك؟ استكن يلا. ليش امه ضعيفه؟ ها هم ما لها دخل تقول اسيب امه. اشوف اللي 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 غلط عليه والله. هذا الشاعر الشاعر حلو. انا الله يصيب امه ما بكيك لو كنت موجوعي يعني امه قايله لو كنت موجوعي يا هي في ذمتي ذمه عليك ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي الكاذب الله يصيب ما بكيك لو كنت موجوعي ما بكيك لو كنت موجوعي أغروك نقالة النمة وانسوك نومي على كوعي وانسوك نومي على كوعي واليوم وصلي فلا تشمه لو كان جهانك ربوعي لو كان جهانك ربوعي. يا ربي وين امه يا الله ياخذ العدو يا ويل امه يا ربي يا امه. نمسى على الامهات كلهم بالخير الله يوفقهم. معي ابو قلبي الان الان شو 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 قال الله ابو قلبي ابي اسمع هذا الحين باقي وجدي ما بلغه ما بلغه ما تسمعني يعني سمعك ليش لحظه تعال روح
روح انت مفاهي مفاهي فجأة شو ما ادري ايش فيك مفاهي كذا فاهي يمشي فاهي مفاجأة يزعق زعق قوي ايش فيك يا اخي سخونة والله سخونة ناقص فيتامين الف انت لا والله ناقص فيتامين الف هو احنا امس ماخذين تان والظاهر انه اثر علي فيتامين الفهاوة انت ناقصك انا والله فيتامين فيتامين النياق ناقصك الله يسر امرك الله يسر امرك أعوذ بالله على ما تتذكرها خليني أقول حاجة لا 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 إيش تتذكر هذا اللي يفترض كان يدورنا شيء اللي يدور حاجة يا الربع طبعا زي ما أنتم شايفين قصر الأواني تعبتك يعني ما شاء الله تبارك الله طبعا عندهم خصومات 50% على جميع على تقريبا اغلب المنتجات اللي عندهم تصل من الظاهر من 20 او من 15% الى 50% من 10 الى 15 الى 20 الى 50% قصر الاواني الله يبارك لكم ويوفقكم ان شاء الله طبعا برضو عندهم متجر الكتروني عليه خصم نفس الخصم الموجود في الفروع نفسها فالله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله عندهم هوملك الافران هذه مره مميزه ما شاء الله تبارك الله وبرضه ما شاء الله تبارك الله العجانه هوملك والخلاطات وما شاء الله تبارك الله عندهم طبعا ماركه 4 في 1 4 تخيل فرامه عجانه طاحونه وخلاط خلاط صح خلاط اي خلاط اي شوف ما شاء الله تبارك الله كلها 4 في 1 الله يبارك لهم يا رب ويوفقهم ناخذ الشيله يا ما عطينا وما حسبنا عطانا والله يا صوت النوم ولد والله العظيم والله يا ما حسبنا من الزمان التجارب واللي بدنا ما يطول والله يسر امرك اللي خلى الناس الا الله هذه طال عمرك من كلمات هذه من كلمات طال عمرك اخوي الغالي المحامي الشاعر محمد الصواغ ومن كلمات المنشد المبهر ايضا الشاعر والصقار جابر بن صبح اداء 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 اي قلت طيب الشيخ علي الشيخ علي المعطي يبي يسمع منك حاجه تكفى جهز لي جهز نفسك خلاص خليه يبدا دائما انت قلت وانا لب شيء ابي وامي اعطت لب توت شفت شيء انا لب لا في بوال عراقي على الام والله روحي العراقي يا ربي يا العراقي اروح لك فدوه انا اروح لك فدوه انا يا ربي دير بالك على امك يا البعد هوياك ومو فوق الظهر على الراس خليها الله دنيا بلا يا ام ما تسوى بيها نعيش وش اللي بهيج دنيا وامي ما بيها ربي يا مقرب يا مضح محنة ويا مسواني في دافية ويا مدمع يجري على كل شي الجنة حدرج خافية الدنيا لو ما نور وجيت عندي ظلمة وطافية يما مدغوش النواية يما مدغوش النواية وانت نيتك صافية يما يما الخبزة من يدك لذيذة وبيها كل العافية ها 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 هواي اتغربت يا يما يا يما يا يما بعدك الله اتغربت يا يما يا يما بعدك الله. وبالغرب شفت العجايب وصبت الدنيا على راس اشكال واصناف المصايب علمتني الغربة يما الما لأم بالكون شايب وعلمتني الغربة يما الما لأم ما لحبايب يا ربي زاد أمك ما تطبخه
الطابخة بجذر النوايب وبيوت 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 ما بهمهات بيوت مهدومة وخرايب الله الله تلالي الدهر جوهرج من قلبي تلالي وغابت نجمتي كانت تلالي أنا ذكرت أمي ذكرت أمي وعلي كانت تلالي دل اللوي الولد مالت علي يما يما يا يما يا يما يا يما يما من أقول اسمك ينشلع قلبي يا حبيبة يا يما ولك ألف رحمة ولك ألف رحمة على 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 كل من توفت أمه وهي وهاي وهي هي 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 وهاي وهي تدري من الشبه في هذا إبراهيم تدري من الشبه في هذا أسلم إحساسه وشعره وجماله طلال سلامة تعرفه الله نفس الذوق والله العظيم نفس الستايل انت ونجم مبدع والله العظيم انك مبدع انا ما تخمنشد غني ما نشد اتكلم عن الستايل عن شخص مبدع والله انك اطربتني يا تبوله شوف انا اعشق اليمني والله انك اطربتني وثمتي والله اني انا قاعد اقول الله ما انا مركز والله العظيم ان انت مبدع والله يا تستاهل والله علي الله يوفقك يا تبوله اشوف مسجل التبوله والقلاوه وكل الله يوفقك يا قلبي عبد الله تكفى طربني ما سمعت أنا أبغى بلي باك مشيلتي لا ما أبغى بلي باك أنا ما أبغى بلي باك أنا ما أبغى بلي باك الحين خلاك الله يا عبد الله من الحين أقول لك الله البارحة ما غمضت عيني وشوق ولع في الحشا نارا على وليف لاعب فيني الله على وش آخر أخباره البارحة ما غمضت عيني البارحة ما غمضت عيني وشوق ولع في الحشا نارا نار انحطبها من شراييني نار انحطبها من شراييني يشوفها اللي فاخر الحارة والبارحة ما غمضت عيني البارحة ما غمضت عيني والشوق ولع في الحشا نارا على ولي في اللاعب فيني على ولي في اللاعب فيني الله على بوش آخر أخبار الله على بوش آخر أخبار الله على بوش آخر أخبار ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا صغير ربنا دان ودان ودانا ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا عاد صغير ربنا جميل طلعته يا سحاب القرانه فرقته ما قدر هذه الحقيقه وكل السر بربكم هل عرفتونا عاد صغير ربنا ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا عاد صغير ربنا ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا ودان ودان ودانا عاد صغير يا ربنا عاد صغير يا ربنا ما شاء الله رجعتوني انتوا 50 سنه ورا سلطان انا اعرف الله يوفقكم يا الربع وانتم مبدعين والله كلكم مبدعين وتميزين الله يوفقكم ويسعدكم
من الجهل طيب. الهاشتاج فيما نذن ولا عندك شيء تبغى تقوله؟ عندي بيتين. عطنا عطنا البيتين وجهز. شوف ايش صار عليك. ارجع لك انا ارجع لك. يلا انا سلطان. اي واحده يا معشر اللي على ضوءنا اللي فيه خبر. يلا يلا هنا بعد. يا معشر اللي على ضوء القمر ساهرين ما مركم عود الموزن في علو وثمار الحب مثل العباد نفس المؤمنين أشرها ما نفر وخيرها ما استمر يا ليت روحي على روحك تذوب وتلين وانا تكون سحابه وانهمر وانهمر يا ليت روحك على روحك تذوب وتلين وانا تكون سحابه وانهمر وانهمر يا معشر اللي على ضوء القمر ساهرين ممركم عود موزن في علو وثمار الحب مثل العباد وفرس المؤمنين أشرها ما نفر وخيرها ما استمر الله سلام عليكم يوم العيد يوم العيد المعاشات ما تكفي لقيمة طالي بربري حنان الاسترالي غالي المعاشات ما تكفي لقيمة طالي اللي حاني وانت الاسترالي غالي يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفنحني ويا غابري يوم العيد يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مغلمني ويا فاقري يلا يلا يا لا لا 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 خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية وانذر خبة ملكية واكتب قبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة مية مية خذ غترة وكوفية وانذر خبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة مية مية يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مسلي ويا فاقري يوم العيد يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مسلي ويا فاقري يوم يا الله يا لا لا ويا لا لا 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 خذ غترة وكوفية انتهى الشيخ ذبحتك السخونة وفيصل واقعه وشعره احلى من انشاده وش تقول؟ والله انا كل اللي يقوله جمهور انا ارضى به احسن احس واقعه وشعره احلى من انشاده والله كل له وجه نظر طيب انت تكلم ارد على الموضوع هذا اقول كل له وجه نظر وكل اني عبد ما في خاطره يعني انت تشوف يعني ان والله التوفيق بيد انت تشوف انك مميز هنا وهنا والله ان شاء الله باذن الله انا 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 ماني كامل ولا احد كامل لوجه الله يقولون عندك استديو خالد حامد سجل فيه ما يحتاج استديو عميق و انتم شيكم احس انكم ما ليش ما ليش ما تعاونتوا مع خالد حامد في الاستديو تبعه والله فيصل تعاون معه صح؟ انت سجلت عنده شيء هذا الشيء اللي خربت لا لا بس القرار القرار اللي خرب ما القرار شو اسمه؟ لا لا الخراب مو من الاستوديو يعني من شو اسمه؟ القران القران لا لان اضافوا عليه قران كذا واحد انا جبته لكن ما ضبطوا يقول يقول ابراهيم نبي نسمع من فيصل شيلت ولا اي شيء ما اعرفه ولا اي شيء شلون؟ شيلة ولا أي شيء أتسلب الطراب غير الله إيه صح شيلة ولا أي شيء حسن يقول شيلة ولا شيء أرفع أرفع الطبق بعدها عندي قصيدة
خلق قلبك من الحب الحب عدم النديم والله افضل شغلك لا دخلا ولا عدا اطمئن قلبي معك لا خلا ولا عدا روح ارجع ان قلبي ما طواريك يا كل هالندام لا قلبك من الحب الحب عدم هالنديم والله ان قلبي معك لا خلا ولا عدام والله ان قلبي معك لا خلا ولا عدام قل لا لا وش سبب تسميتك ابو نهيان يا سلطان؟ قالها ألف مرة والله هذا عندي هاشتاج عاد ما ادري وش سبب اقولها عنك حافظ انا شو اسمه الموضوع هذا قلته انا قبل فترة يعني يوم انا صغير من قبل كم 10 سنين 15 سنه والله ما ادري بس واحد من عيال عمي نايف السليمان انا اخواني من امي من السليمان مس عليك اخواني من امي اخواني ايه اخواني من امي من السليمان واوجه تحيه لسليمان كلهم وعلى عيني وراسي مس عليك قلبي والله هم اللي انتشلوني من الحطيب وين الوكيان انه واحد منهم قال يا اخي انت تحسين انا اي معك بس إيه؟ انه يقول لي شو اسمه يقول هم اطلقه يقول انت تسيك من الشيوخ الامارات دقنك وشكلك في فزاع زي كذا من اول عشان كذا سميت ابو نهيان سماني بس قالوا اسميك ابو نهيان وحبيت الاسم والله راح حتى ناس كثير يسال يقول سهول ما فيه ابو نهيان كيف هذا اسم نهيان وشون يعني عشان كذا اطلق ذا الاسم اطلقوا على الاسم هذا وشكرا جزيلا على السؤال والله العظيم ان انا اول ما عرفته الى الحين تحسبها مره ابو نهيان ابو نهيان اي ماشي النبوه اسمه منير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله